أعزائنا الطلاب، بنرحب بيكم في حلقة جديدة من برنامجكم بنك المعرفة. الحقيقة كنا في مادة التاريخ المرة اللي فاتت استعرضنا معاكم حضارة بلاد العراق واتكلمنا عن ملامحها ونشأتها وتكونها. المرة دي هنتكلم معاكم عن حضارة فينيقيا، ملامحها ونشأتها وتكونها، ومعانا بعض الأسئلة والأجوبة اللي هنحاول إن شاء الله إن احنا نستعرضها في نهاية هذه الحلقة. معانا ومعاكم النهاردة للحديث في هذا الموضوع مستر هاني حواس، خبير مادة التاريخ بوزارة التربية والتعليم. مرحبا بيك وصباح الخير. اهلا وسهلا بحضرتك يا فندم. اهلا بيك معانا. عايزة بس في البداية كده اتكلم عن ان شاء الله هيكون خلال شهر مارس، سواء كان في منتصف الشهر او في اخر الشهر، هيكون في امتحان اشبه بالميد ترم كده للاولاد، طبعا لكل المواد في اولى ثانوي. عايزة اقول ان شاء الله هيتضمن اي وحدة في مادة التاريخ او اي المقررات او العناصر يعني اللي يحتوي عليها هذا الامتحان. احنا المفترض الامتحان التجريبي اللي المفروض ان شاء الله في شهر مارس، سواء في المنتصف او في اخر شهر مارس، هيتضمن الوحده الاولى في التاريخ. الوحده الاولى في التاريخ اللي بتشمل درسين، الدرس الاولاني هي حضاره بلاد العراق اللي احنا اتكلمنا فيها قبل كده، وكمان حضاره فينيقيا اللي ان شاء الله هنفرد لها الموضوع والحصه بتاعتنا النهارده كلها عن حضاره فينيقيا. جميل. احنا طبعا معانا الوحده الاولى قلنا ان هي بتتكون من جزئين، حضاره بلاد العراق اللي احنا خلصناها المره اللي فاتت، والمره دي معانا حضاره فينيقيا. عشان بقى نستثمر هذا الوقت وما يضيعش مننا، نبدا مع حضرتك ونقول الدرس الاول او هذا الدرس بيحتوي عليه. تمام. زي ما احنا تعودنا مع بعضنا ان حضاره فينيقيا او اي حضاره بناخدها بنتكلم على حاجتين، اول حاجه الاطار الزماني والاطار المكاني بتاع هذه الحضاره. زي ما اتكلمنا عن حضاره العراق قبل كده، لما قلنا حضاره العراق دي الاطار الزمني بتاعها يا ترى هي فتره قديمه ولا وسطى ولا حديثه، بالظبط كده نفس الكلام هنعيده في حضاره فينيقيا. يا ترى حضاره فينيقيا تنسب لاي عصر من العصور، عصر قديم ولا عصر وسيط ولا عصر حديث. طبعا فينيقيا لو قلت الاطار الزمني بتاعها هي من حضارات الشرق القديم، اذا هي من حضارات القديم، يبقى ده الاطار الزمني اللي احنا اتكلمنا عنه. اما الاطار المكاني، فين قامت حضاره فينيقيا؟ هو احنا عاوزين نتكلم بقى النهارده تحديدا عن المكان واهميه المكان اللي هتدور حواليه حصتنا النهارده عن حضاره فينيقيا، وكاننا عايشين جوه حدث حضاره فينيقيا نفسها. طبعا حضاره فينيقيا المكان بتاعها كان موجود في بلاد الشام. بلاد الشام بالنسبه لنا دلوقتي اللي هي ساحل سوريا ولبنان واجزاء من فلسطين كمان. اذا انا عرفت حاجتين، الاطار المكاني والاطار الزماني. احنا في حضارات قديمة، حضارات الشرق القديمة، ده الإطار الزماني بتاعي، والإطار المكاني بتاعي أنا بتكلم عن بلاد الشام. إذن هي قامت في بلاد الشام اللي ليها أهمية كبيرة، وطبعا دي موضع سؤال في الامتحان. بلاد الشام مهمة جدا بالنسبة لنا عشان حاجتين، موقعها طبعا مميز عشان حاجتين، أول حاجة إنها مهبط للديانات ومهد للحضارات. تعال نشوف يعني إيه مهد للحضارات ومهبط للديانات. مهبط للديانات، بلاد الشام شهدت ديانتين سماويتين، الديانة الأولية هي الديانة اليهودية ثم الديانة المسيحية، كما أنها كان لها دورا بارزا في نشر الإسلام. يعني لما أقول بلاد الشام المكان اللي قامت فيه حضارة فينيقيا كان ليها أهميتين كبار جدا جدا، أولا هي مهد للحضارات ومهبط للديانات. نرجع نقول مهبط للديانات إزاي؟ فيها ديانتين سماويتين نزلوا فيها، اليهودية تمام والمسيحية، كما كان لها دور كبير في نشر الإسلام في المنطقة كلها. ده لو اتكلمنا أنها مهبط للديانات. أما إنها مهد للحضارات فقد قامت في تلك البقاع عدد كبير من الحضارات، يعني قامت فيها الحضارة الأرامية والحضارة العمورية والحضارة الفينيقية. طب ما احنا هندرس اني واحدة في دول زي ما اتفقنا، انا هدرس الحضارة الفينيقية بالتفصيل دلوقتي. يبقى انا اتعرفت دلوقتي قبل ما اخش في الحضارة ومقاوماتها ومظاهرها وقوتها او حتى مراحل ضعفها، لازم اعرف الاطار اللي انا هتكلم عنه النهاردة زمانا ومكانا. احنا كده تعرفنا زمانا ومكانا فين بالظبط، وتحديدا بقى هنأكد مع بعض قوي على الاطار المكاني. ليه؟ عشان بلاد الشام لما تجيلي ايه الاهمية بتاعتها، اعرف انها مهد للحضارات ومهبط للديانات. ده بالنسبة للبداية بتاعت حضارة فينيقيا. تمام؟ جميل. يبقى احنا فهمنا من كلام حضرتك يا مستر هاني ان دراسة هذه الحضارات ده بيرجع لانها اقدم الحضارات اللي تكونت او اللي تشكلت، بالاضافة الى اهميتها بقى لما تحتوي بقى من يعني ناحية اقتصادية وسياسية وفنية واجتماعية، كل دي نواحي هنتكلم عنها. تمام. قوة أي حضارة هي اللي بتجبرنا إن احنا ندرسها، الأثر بتاع هذه الحضارات ومظاهرها ومدى قوتها ومدى تأثيرها في الغير هو ده اللي بيخليها جديرة إنها تدرس بالفعل. فأنا درست الحضارة الفرعونية عشان هي جديرة بالدراسة بالفعل، في الترم الأولاني فردتها ترم جامد بدرس حضارة فرعونية عشان قوتها وأثرها في العالم وتأثيرها. درست الحضارة العراقية مع الدرس الأولاني في الوحدة الأولى في الترم دوت، وكمان بدرس دلوقتي الحضارة الفينيقية اللي هتغطي لي جزء كبير من حضارات الشرق القديم.
هنكمل مع بعضنا بقى دلوقتي من مظاهر الحضارة اللي قامت في نيقيا. بس البداية الأول أنا عاوز بعد ما أتكلم دلوقتي، هتبقوا معايا دلوقتي في المادة العلمية اللي موجودة معايا دلوقتي، وهنتكلم في الأول زي ما اتفقنا هنرجع نشوف دلوقتي الحضارة بتاعت في نيقيا وقوة حضارة في نيقيا عن طريق المدن اللي قامت في حضارة في نيقيا قديما. لو بصينا دلوقتي معانا على الحضارة الفينيقية زي ما اتفقنا، احنا عندنا الإطار الزمني والإطار المكاني، عندنا بلاد الشام اللي اتفقنا عليها، وبعدين كمان بنقول الحضارة أو الأهمية الجغرافية بتاعتها هي مهد للحضارات زي الحضارة الأرامية والعامورية والفينيقية، كمان هي ليها أهمية دينية، بترجع أهميتها الدينية لإيه؟ أهميتها الدينية بترجع لأنها مهد للديانات، ديانات السماوية زي اليهودية والمسيحية، ولعبت دورا بارزا في نشر الإيه؟ في نشر الإسلام، يعني كان ليها دور كبير جدا في نشر الإسلام. طبعا الخلفية اللي موجودة عندنا هي خلفية تدل على مدى التقدم العمراني اللي موجود في الحضارة الفينيقية القديمة. زي ما اتفقنا هنعرف دلوقتي أجزاء كبيرة من الحضارة الفينيقية ومدى قوتها، خليكم معايا. دلوقتي هنتكلم على الحضارة الفينيقية، القوة بتاعت حضارة فينيقيا. أتكلم الأول على مين الشعب الفينيقي وليه سمينا الاسم ده الأول. خلينا نتفق إن ده أول الشعوب اللي سكنت سوريا ولبنان وفلسطين، يبقى سواحل سوريا، سواحل لبنان، سواحل فلسطين هي ديت اللي كانت بداية الحضارة الفينيقية اللي احنا بنفرد لها كلام عليها النهاردة في حضرتنا. طيب يبقى هي أول الشعوب التي سكنت ساحل سوريا ولبنان. طيب احنا عاوزين نعرف حاجة، هم كلمة فينيقيا جاية منين؟ طيب لو قلنا كلمة فينيقيا جاية منين يبقى لازم نرجع مع بعض الأصل التسمية. أصل التسمية يبقى أنا هرجع أقول مين اللي أطلق عليهم الاسم ده أصلا، يعني هم اسمهم الفينيقيين، مين اللي كان سبب في هذه التسمية؟ سبب هذه التسمية هم الإغريق. مين الإغريق دول؟ الإغريق دول اليونان، اللي المفترض الوحدة الثانية هتبدأ بحضارة اليونان تفصيلا. طيب اليونان دول اللي هم الإغريق كانوا بيتاجروا مع الفينيقيين، فلما كانوا بيتاجروا مع الفينيقيين فوجئوا ان الناس دول، طبعا تعرفين اغلب شعوب العالم ما كانش لسه عارفه الاصباغ، صبغه الالوان يعني، فطبعا الشعب الاغريقي لما كان بيتعامل مع الفينيقيين وجد ان ملابسهم اغلبها اللون الاحمر، فاطلق عليهم او اطلق عليهم الاغريق اسم فينيكس. فينيكس معناها الشعب الاحمر باللغه الاغريقيه القديمه. طيب لما اطلقوا عليهم الاسم ده فينيكس نسبه لايه؟ هو سموهم الشعب الاحمر ليه؟ عشان لقوا ملابسهم كلها ملابس تصبغ بالصبغة الحمراء. جابوها منين الصبغة الحمراء؟ الصبغة الحمراء ديت هم كانوا بيستخرجوها من القواقع البحرية اللي كانت موجودة بالقرب من سواحل بلاد الشام. يبقى هم ناس أمة بحرية أصلا قامت على قوة بحرية كبيرة جدا جدا، قدروا ان هم ينزلوا الى البحر امامهم، هم على ساحل طويل طبعا زي ما اتفقنا، على ساحل سوريا، ساحل فلسطين، وساحل لبنان، وقدروا ان هم يلاقوا قواقع بحرية. من تحت القواقع البحرية ديت لقوا نوع من الصبغة الأرجوانية الحمراء اللي استخدموها لصبغ ملابسهم، لذلك سمي بالشعب الأحمر أو فينيكس زي ما الإغريق قالوا، ثم بالتطور فينيكس سمي الفينيقيين فيما بعد. وده أصل التسمية بتاعتنا. يبقى الفينيقيين هم أول الشعوب التي سكنت تلك البقاع، الفينيقيين أطلق عليهم هذا الاسم نسبة إلى الإغريق، هم سبب التسمية. فينيكس باللغة الإغريقية القديمة معناها الشعب الأحمر، بمعنى أن الشعب اللي كان بيصبغ ملابسه باللون الإيه؟ باللون الأحمر. ده بالنسبة لأصل التسمية بتاع كلمة فينيقيا. يبقى احنا عرفنا دلوقتي مين أول الشعوب اللي سكنت وليه سميوا بهذا الاسم. بعد كده بنقول إيه هي أهم المدن اللي كانت موجودة في فينيقيا قديما. هنبص كده مع بعضنا أهم المدن، عندي مدينة صيدا ومدينة صور ومدينة جبيل ومدينة أغاريت، دول أشهر المدن اللي كانت موجودة في فينيقيا، وندرس كل واحدة منها بشيء من التفصيل. طبعا عندي مدن تانية طبعا، بس أنا بقول الأشهر. يبقى تاني كده راجع مع بعضين، الأشهر هما صيدا وصور وجبيل وأغاريت. طب ما أنا عندي حاجة تانية طبعا، كان عندي بيروت تمام، وعندي بعلبك، كل دي كانت من المدن المهمة اللي كانت موجودة في فينيقيا، بس أنا مش هدرسهم كلهم، أنا هدرس الأشهر منهم، وهناخد دلوقتي كل واحدة بشيء من التفصيل. أبدأ بمدينة صيدا، أكبر وأهم المدن الفينيقية. لو درست مدينة صيدا في الأول في البداية خالص، هي احتلت زعامة المدن الفينيقية، يعني تعتبر زعيمة المدن الفينيقية كلها. خلاص خدوا بالكم، احتلت زعامة المدن الفينيقية كلها، عشان بعد شوية لما نتكلم في الحياة السياسية هنعرف أن المدن الفينيقية كانت مدن مستقلة عن بعضها. طب إزاي مستقلة وإزاي هي احتلت الزعامة؟ من كثرة قوتها وشدة بطشها بقوة صيدا التي كانت عبارة جغرافيا لسان من اليابس ممتد داخل الماء، لسان من اليابس ممتد داخل الماء، ده الشكل بتاع صيدا. طب قوتها ايه؟ احتلت زعامة المدن الفينيقية، قدرت تفرض سيطرتها على مدن كتيرة حواليها. مين المدينة اللي بعدها على طول؟ المدينة اللي بعدها هي مدينة صور. يبقى نراجع مع بعضنا، مدينة صيدا احتلت زعامة المدن الفينيقية وكانت عبارة عن لسان من اليابس ممتد داخل الماء، ودي أول مدينة عندنا. المدينة الثانية اللي عندنا هي مدينة ايه؟ هي مدينة صور.
مدينة سور احتلت زعامة المدن الفينيقية ازاي؟ ما احنا قلنا صيدا احتلت الزعامة. نعم، هي احتلت الزعامة بعد صيدا، يعني هي المدينة الثانية بالنسبة لنا من ناحية القوة والبطش والتأثير في المدن اللي حواليها. فأصبح عندي صيدا احتلت الزعامة، سور احتلت زعامة المدن الفينيقية بعد صيدا. طب سور ديت جغرافيا شكلها عامل ازاي؟ دي مدينة أحيطت بسور ضخم وقوي جدا ليعطيها المنع والقوة والحماية من أي اعتداء خارجي. فأصبح عندي لغاية دلوقتي مدينتين فردناهم بالتفصيل، مدينة صيدا ونفتكرهم، ثم مدينة سور، ثم مدينة جبيل. الأهم هي الأهم في إيه؟ طيب بص بقى، عشان جبيل ديت عرضة قوي قوي تجلنا في امتحانات، هي أقدم المدن الفينيقية وأوثقها صلة بمصر. أقدم مدينة في المدن الفينيقية هي مدينة جبيل. إيه ده؟ كل مدينة فعلا لها ميزة. لما قلنا صيدا وقلنا سور، قلنا صيدا احتلت الزعامة المدن الفينيقية كلها، ثم سور احتلت الزعامة بعد صيدا، ثم جبيل كانت القوة بتاعتها تكمن في ايه؟ تكمن قوتها في انها اقدم المدن الفينيقية واوثقها صلة بمصر. يعني ايه اوثقها صلة بمصر؟ اكتر مدينة كان لها علاقات سواء كانت تجارية او سياسية او اي شكل من اشكال المجالات الاقتصادية كانت موجودة ما بين جبيل ومصر. ايه الدليل على كده؟ ما هو ممكن يجيب لي الدليل على وجود علاقات قديمة واثقة أو موثقة ما بين مصر وجبيل. رقم واحد، لما نلاقي في مدينة جبيل بعض الأحجار اللي مكتوب عليها أسماء فرعونية، تمام؟ لما نلاقي بعض التجارة أو بعض أثر للتجارة موجودة ما بيننا وبينهم، وبعض الأثار اللي موجودة في جبيل بتدل على مزيد من التجارة ما بيننا وبينهم، لما نعرف أن جبيل وجد فيها أقدم أبجدية في العالم يبقى المدينة دي فعلا تستحق الدراسة. يبقى تعالوا مع بعض كده نراجع مع بعضنا على الداتا اللي معانا النهارده، ايه اهميه المدن تاني اللي احنا بنتكلم عليها. نبدا زي ما قلت لكم مدينه صيدا الاول، وبعدين مدينه سور، وبعدين مدينه جبيل، وبعدين مدينه اوغاريت. نبدا اول حاجه مدينه صيدا اللي عندنا. صيدا زي ما اتفقنا احتلت زعامه المدن الفينيقيه، سور احتلت الزعامه بعد صيدا مباشره. عندي مدينه جبيل الاقدم والاوثق صله بمصر بشكل قوي جدا جدا، وعندنا الادله بتدل على كده، ثم اقدم ابجديه في العالم برضو موجوده فيها، ثم مدينه اوغاريت. مدينه اوغاريت وهي المدينه الرابعه عندنا من ناحيه القوه. المدينه ديت مدينه هي حاضره الفن والعمران بتاع فينيقيا كلها، كما ان بها ميناء عظيم جدا كان بيستقبل اكبر بضائع كانت موجوده في فينيقيا في ذلك الوقت. كده احنا قلنا اربع مدن فينيقيه ليهم القوه وليهم السياده وليهم السيطره بشكل كبير، لكن فوجئنا ان في مدينه خمسه هتجيلي دلوقتي. المدينه دي مش داخل ارض فينيقيا نفسها، مش داخل بلاد الشام، مش على سواحل لا لبنان ولا سوريا ولا فلسطين، اما المدينه دي ايه ورجعت للقوه دي ليه؟ تخيلوا المدينه دي وصلت لدرجه انها عندها القدره على منافسه المدن الفينيقيه الاربعه. يعني المدينه اللي انا هتكلم عنها دلوقتي كانت اقوى او وصلت لمرحله من القوه انها كانت اقوى في يوم من الايام من صيدا ومن سور ومن جبيل ومن اوغاريت بشكل كبير جدا. المدينه دي اسمها ايه؟ وازاي المدينه ديت يصل ليها الفينيقيين؟ الفينيقيين دول امه بحريه. بمعنى ايه امه بحريه؟ عندهم اساطيل ضخمه زي ما هنعرف دلوقتي اللي دفعهم نحو البحر في التجاره بتاعتهم. وصلوا الى مستعمره قويه جدا قدروا ان هم يسيطروا عليها اسمها مستعمره قرطاجة. مستعمره قرطاجة ديت يا جماعه دلوقتي بالقرب من تونس، تمام؟ المدينه ديت يا جماعه بلغت من الاهميه، شوفوا تخيلوا كانت في يوم من الايام مجرد مستعمره فينيقيه، بلغت من القوه والسيطره والمنافسه رقم واحد نفسه كل المدن الفينيقيه، ثم كانت اخر مدينه تسقط من المدن الفينيقيه بسبب قوتها هي قرطاجة، ولم تسقط الا عن طريق الرومان. اذا مدينه قرطاجة دي مدينه مهمه جدا جدا، يعني بالاضافه للاربعه المدن الفينيقيه في مدينه تابعه للفينيقيين ولكن ليست في نفس الاطار الجغرافي. وناخد بالنا من الاسئله غير التقليديه اللي بتجي هنا، هو ممكن يسالنا على قرطاجة هل كانت موجوده على الساحل الفينيقي؟ الساحل الفينيقي نقصد بيه ساحل سوريا ولبنان وفلسطين، ولا كانت خارج الاطار المكاني؟ لا، كانت خارج الاطار المكاني لانها كانت مجرد مستعمره بلغت من القوه في يوم من الايام نفسه المدن الفينيقيه، ثم بلغت من السيطره انها اخر مدينه تسقط في المدن الفينيقيه كلها، ولم تسقط الا عن طريق قوه رهيبه في العالم اسمها قوه الرومان. دول الخمس مدن اللي موجودين عندنا ودول سبب قوه فينيقيا وسيطرتها على العالم. طب هل المدن الفينيقيه هتظل بنفس القوه ولا في يوم من الايام هتسقط؟ وهتسقط على ايد مين؟ جالي الاسكندر الاكبر. الاسكندر الاكبر اللي هنفرد له برضه حياه كبيره جدا جدا وحضاره كبيره هنتكلم عنها، هي حضاره الاغريق ان شاء الله مع الحصه الجايه هنتكلم عن كده. لكن النهارده بنتكلم عن الاسكندر الاكبر، مدى قوته اللي قدر يسيطر على كل المدن الفينيقيه واسقط المدن الفينيقيه وفضل مسيطر عليها فتره كبيره.
فترة كبيرة ممكن تصل لقد ايه؟ 3 قرون، 300 سنة، تخيل 300 سنة وفي حد مسيطر على فينيقيا كلها ومأثر عليها تأثير بالغ جدا، لم يستطع أن يسقط سيطرة الإغريق على فينيقيا سوى الرومان، طبعا الرومان القوة الرهيبة اللي هتظهر لي بعد كده عشان ترث الحضارة الإغريقية فيما بعد، إذا الإغريق عن طريق الإسكندر أسقطوا لي الحضارة الفينيقية وسيطروا عليها، قعدت معاهم 300 سنة، ثم جاء الرومان وبرضه سيطروا على فينيقيا بعد ما أزالوا حكم الإغريق، ده الترتيب بتاعنا، يبقى الفينيقيين، ثم جاء الإغريق عن طريق الإسكندر الأكبر، ثم جاء الرومان، طب ومن بعد الرومان إيه اللي حصل؟ من بعد الرومان جاء الفتح الإسلامي واستطاع المسلمون أن يفتحوا فينيقيا دون مقاومة تذكر، ما كانش في أي مقاومة تذكر في فينيقيا، لذلك كان الفتح بتاعها كان سهل جدا على المسلمين. ده كده إن احنا لما نيجي نتكلم على القوة وتاريخ حضارة فينيقيا. ممكن بعد كده نتكلم بقى عن مظاهر الحضارة اللي كانت موجودة في فينيقيا، من مظاهر الحضارة اللي كانت موجودة في فينيقيا ممكن نتكلم على الحياة السياسية اللي كانت موجودة عندها. يبقى احنا كده زي ما اتفقنا مع بعضنا احنا اتكلمنا على المدن الفينيقية تفصيلا، اتكلمنا كمان على كارتاجا اللي هي اهم من المدن الفينيقية ولكن خارج الاطار الجغرافي، وبعدها بنتكلم عن مظاهر الحضارة اللي موجودة عندنا. مظاهر حضارة اي مكان بنتكلم فيها عن ايه؟ بنتكلم فيها عن الحياة الدينية والحياة الاقتصادية والحياة السياسية اللي موجودة عندنا. نفرد كده جزء من التفصيل بتاعنا دلوقتي في الداتا شو بتاعتنا، احنا كده اتكلمنا عن المدن الفينيقية اللي قدامنا بالتفصيل، تمام؟ كده صيدا وصور وجبيل وغريب بالتفصيل اللي احنا قلناه، زي ما اتفقنا جبيل انا عاوزكم تركزوا فيها شوية عشان جبيل ديت اقدم مدينة فينيقية واوثقها صلة بمصر، وكمان عصرنا فيها على كثير من التماثيل المصرية اثار مصرية وبعض الاحجار اللي عليها اسماء من الفراعنة، كما وجد بها اقدم ابجدية في العالم، وطبعا هنتكلم عنها في مظاهر الحضارة، ثم مدينة اوغاريت، وطبعا قرطاج اللي احنا فردناها بالتفصيل. جينا دلوقتي نتكلم عن المظاهر الحضارة الفينيقية اللي عندنا. ايه بقى قوة الحضارة الفينيقية من النواحي السياسية؟ خلينا ناخد حاجتين مهمين دلوقتي. الحياة السياسية بتاعت فينيقيا كان أي نظام سياسي موجود عندنا، مش انتوا عارفين ان الأنظمة السياسية عندنا نظام مثلا زي نظام الوراثي مثلا ملكي وراثي، وفي نظام تاني اسمه نظام جمهوري مش كده؟ طب ايه رأيكم لما تلاقوا النظامين موجودين في نفس الدولة، ينفع؟ ينفع الاقي نظامين موجودين في نفس الدولة؟ هو ينفع لسبب، ايه هو السبب ده؟ فينيقيا مختلفة عن باقي العالم في النواحي السياسية بتاعتها. المدن الفينيقية كل مدينة استقلت عن المدينة الأخرى، يعني يعني صيدا، صور، جبيل، أوغاريت وحتى قرطاجة، كل مدينة شايفة إن ليها من القوة وشايفة إن ليها من القوة الاقتصادية والقوة السياسية والقوة العسكرية اللي يخليها ما تنضمش للمدينة اللي جنبها وتظل ثابتة ومستقلة تماما. وطبعا ده مظهر ضعف، يعني تخيلوا لو كان كل المدن الفينيقية بقرطاجة وكل قوتهم العسكرية والسياسية والاقتصادية كلهم كانوا قبضة واحدة، ما كانوش ابدا ممكن يقعوا في قبضة الاسكندر الاكبر في يوم من الايام، تمام؟ اذا التفكك اللي كان موجود في المدن الفينيقية وكل مدينة تستشعر بمدى قوتها لوحدها كان من ضمن اسباب ضعف. طب حياتهم السياسية الملك ده بيحكم ازاي عندهم هناك؟ بصوا بقى عاوزين نفصل كده قرطاجة الاول عن باقي المدن الفينيقية، صور وصيدا وجبيل وغريط، ازاي نفصلهم؟ عن طريق نظام الحكم. هم كان عندهم حاكم واحد في المدن الفينيقية اللي موجودة على الساحل الفينيقي، خدوا بالكم معايا. المدن الفينيقية الموجودة على الساحل الفينيقي كلهم كان الحكم بتاعهم مالي ملكي وراثي، يعني الملك بيحكم ثم يرث الحكم من بعده ايه؟ لأولاده من بعده. بس في نفس الوقت بيعاونوا مجموعة من العوامل اللي بتخليه أشد قوة. ايه العوامل اللي ممكن تساعده او ايه الناس اللي ممكن يعاونوه؟ كان بيعاونوه 3، عندي مجلس الشيوخ ومجلس النواب والكهنة. مجلس الشيوخ وده يا جماعة كان هم المشرعون، يعني مشرعون بيشرع قوانين يعني يصدر قوانين، تمام كده؟ يبقى هو الملك كان بيعتمد، طبعا هو الملك ملك وكمان بيورث الحكم من بعده لأولاده، وعنده 3 زي ما قلت لكم بيساعدوا. أول حاجة اللي بيشرعوا القوانين دول في مجلس اسمه مجلس الشيوخ، يبقى المهمة بتاعت مجلس الشيوخ تشريع القوانين. ناخد بالنا من أسئلة اختر اللي بتجيلي وكلها يا جماعة، لو تلاحظوا الأسئلة اللي بتجيلنا حتى في البنك المعرفة ولما نخش على الموقع بتاع الوزارة، الأسئلة يا جماعة كأنها كلها اختر اصح الاجابات. ايه ده؟ يعني الاربع اجابات بيبقوا صح في الغالب يا جماعه، الاربع اجابات قريبين جدا من الصح، انا بستخدم الايه؟ بستخدم الاقرب للصح طبعا عندي، تمام؟ فانا دلوقتي من ضمن الحاجات اللي موجوده عندي بيقول لي مثلا ايه؟ لما يجي يكلمني على المدن الفينيقيه كلها، يجي يكلمني عن الحياه السياسية اللي موجودة عندنا، أعرف إن الحاكم بتاعي في الأربع مدن فينيقية المشهورين هو ملكي وراثي وعاونه في ذلك 3، مجلس شيوخ بيشرع قوانين، مجلس نواب يتكون من الأغنياء، والكهنة اللي هم رجال الدين وكان لهم دور كبير في الدولة، طبعا دور كبير جدا في الدولة
الدين في دول الشرق او حضارات الشرق كان ليه السيطره وليه السياده وليه القوه في الوقت ده بشكل كبير. ده لما نتكلم عن نظام ملكي، تمام كده؟ طب والنظام الجمهوري فين؟ هو ينفع ده؟ يا جماعه في نيقيا كان فيها الاثنين. ايه؟ لما اجي احيد قرطاجه كده شويه الاقي فيها النظام كان جمهوري، كان ديمقراطي الى حد ما، لكن النظام العام هناك كان شبه ايه؟ شبه ديمقراطي. عموما نظام في فينيقيا شبه ديمقراطي يحتمل اتنين، الاولاني ملكي وراسي وده في المدن الفينيقيه، والاخر هو عباره عن نظام جمهوري وده موجود فين؟ زي ما قلت لكم موجود في قرطاجه فقط. طب كان في صله ما بيننا وبينهم؟ يعني كان في صله ما بين مصر سياسيا وعسكريا وفينيقيا؟ طبعا كان في صله. طب تعالوا نرتب الصلات دي بقى عشان ده موضع اسئله كبير جدا. تخيلوا بقى، انا هتكلم عن ثلاثه دلوقتي، هتكلم عن اخناتون، عن تحتمس الثالث، وعن رمسيس الثاني. هل دول كان ليهم علاقه بفينيقيا؟ طبعا. بص يا معلم، اخناتون اللي هو من حطب الرابع صاحب الثوره الدينيه المشهوره في مصر، الراجل طبعا اهتم بنشر الدعوه الدينيه، اهتمامه بنشر الدعوة الدينية بتاعته في مصر طبعا انتوا عارفين اللي هو ان هو قال ان في اله اسمه آتون، لم يجعل له زوجة ولا ولد، جعل له قرص الشمس يعبد، ونحى كل الالهة اللي كانت موجودة بقى، امون ورعا والحاجات دي كلها. فبالتالي اهتم قوي بنشر الدعوة الدينية في مصر، مما اثر على الوجود المصري العسكري في فينيقيا. اذا تلاشى يعني قل بشكل كبير جدا جدا الوجود المصري اللي كان في فينيقيا في الوقت ده. يا ترى ليه؟ فعاد اخناتون يا ترى ليه؟ اهتمامه بالدعوه الدينيه على حساب الجانب السياسي اللي كان موجود في الدول اللي كانت مصر مسيطره عليها في وقت من الاوقات. ده لو جه كلمنا عن مين؟ لو جه كلمنا عن اخناتون بالتفصيل، يبقى اخناتون او من حطب الرابع هو ده يا جماعه مش حضاره مصر، مش احنا ده الترم الاولاني مش هينفع نمتحن فيه تاني، لا، ما انا عندي صلات، احنا قلنا من شويه ان كل حضاره متصله، ما فيش حد يا جماعه منفرد بحضارته مع نفسه، كل حضاره متصله اتصالا وثيقا بغيرها، الاتصال ده ممكن يكون سياسي، ممكن يكون اقتصادي، ممكن يكون عسكري، ممكن يكون ديني، ايا كان شكل الاتصال، فهو في اتصال وثيق ما بين الدول وبعضها. جميل جدا يا مستر، ان في زي ما حضرتك قلت اتساق او ارتباط ما بين الحضارات مع بعضها، وبالتالي ده برضو بيفيد الطالب ان هو بيحس ان هو مش بيدرس كل حضاره بشكل مستقل تماما، ولكن في زي ما قلت جانب مثلا سياسي، جانب ديني. الفكره دي في حد ذاتها جميله، ممكن تقرب المعلومات وتخليه يسترجع المعلومات بشكل ايسر يعني. أكيد. العلاقات دي احنا عاوزين نستفيد منها في حاجات كتيرة طبعا. هنستفيد منها فعلا ان التقارب الحضاري، ان محدش بينفرد بحضارة مع نفسه، محدش ليه القوة والسيطرة والعظمة ما فيش حاجة زي كده خالص، كلها الحضارات يا جماعة كل بيعطي للآخر. طيب اخناتون وحضارته اللي كانت موجودة في الوقت ده وتلاشى الوجود المصري في عهد اخناتون الى ان جاء بعد كده حرمحب، وجي بعديه بعد كده تحتمس الثالث اللي ارسل حملات عسكرية كتيرة جدا الى دول بلاد الشام، وكان الفينيقيين لهم دور كبير في مساعدة تحتمس الثالث في معركة مجدو في بلاد الشام. يبقى ناخد بالنا من كده، اخناتون قلنا خلاص تلاشى يتلاشى الوجود المصري في فينيقيا في عهد اخناتون بسبب اهتمامه بالدعوة الدينية ونشرها في مصر على حساب الجانب السياسي في الدول اللي كانت مصر بتسيطر عليها. ثم تحتمس الثالث بيقول لي لا، ده الفينيقيين ساعدوا تحتمس الثالث مساعدة قوية جدا جدا في أشهر معركة في التاريخ المصري كله، هي معركة مجدو اللي بيها تحتمس الثالث فرض سيطرته والوجود المصري على بلاد الشام كلها. طب ما انا عندي كمان رمسيس الثاني، رمسيس الثاني كان له من القوة انه سيطر، طبعا انتوا عارفين تحتمس الثالث رمسيس الثاني اصحاب امبراطورية. بمعنى ايه؟ يعني كلمة امبراطورية مش هما كان معاهم مصر بس، لا، اما الايه كان معاهم دول تانية اكيد. يعني بقى كلمة امبراطورية؟ امبراطورية يعني دولة مترامية الاطراف، يعني انا مش معايا مصر بس، ده انا معايا مصر والدول اللي حواليها، كل دول انا مسيطر عليهم بشكل كبير وفرد قوتي وسيطرتي عليهم. طيب انا لما مصر كانت عامله امبراطوريه كبيره في عهد تحتمس الثالث، طب رمسيس الثاني هيعمل ايه؟ رمسيس الثاني في الوقت ده بعد الامبراطوريه بتاعت تحتمس الثالث، رمسيس الثاني برضه كان ليه قوه وسيطره. ازاي؟ ما انتوا عارفين ان رمسيس الثاني عقد اول معاهده سلام في التاريخ مع ملك الحيثيين. يبقى ملك الحيثيين في منطقه سوريا وساحل سوريا كان في مشاكل ما بينه وبين رمسيس الثاني، ادت هذه المشاكل الى قيام حروب. انتهت هذه الحروب بان رمسيس الثاني مسجل اقدم معاهده سلام في التاريخ. نفتكر مع بعض المعلومه دي مهمه قوي، لما تلاقي ان في ملك مصري اسمه رمسيس الثاني، تاريخيا هو اول معاهدة سلام عرفها العالم كله هو رمسيس الثاني، وما عملهاش عن ضعف، ده عملها عن قوة. ده بعد ما كان بينتصر على الحسين المرة بعد الاخرى، وصل به الحال ان هو لازم يعمل معاهدة سلام مع الحسين، فاقام تلك المعاهدة بتاعت السلام. ده التاريخ السياسي بتاع فينيقيا.
اتفقنا؟ التاريخ السياسي بتاع فينيقيا نظام شبه ديمقراطي، هلخصه في كلمات بسيطه جدا، نظام شبه ديمقراطي بس كان فيه ملكي وجمهوري، كل المدن نظامها ملكي، ملكي وراسي، ملك بيعاونه ثلاثه، مجلس شيوخ، مجلس نواب، وكمان عندي الكهنه، ثم الجمهوري مش موجود في غير في قرطاجه، في تواصل ما بيننا وبينهم عن طريق ثلاثه، اخناتون اللي هو من حطب الرابع، وكمان عندي تحتمس الثالث، وعندي رمسيس الثاني، وكل واحد لازم اقول الدور بتاعه كان ايه تحديدا. تمام؟ ده كده لو جينا اتكلمنا على الحياه السياسيه اللي كانت موجوده في بلاد فينيقيا قديمه. محتاج نتعرف على مظهر تاني من مظاهر الحضاره، وهي المظاهر الاقتصاديه. يا ترى بقى فكروني كده، الاقتصاد بتكلم عن كام نقطه في الاقتصاد؟ بتكلم فاكرين عن ايه؟ عن الزراعه والصناعه والتجاره. تعالوا مع بعضنا كده مظاهر الحضاره الفينيقيه. احنا قلنا الحياه السياسيه والتواصل السياسي مع مصر، الحاجه اللي قدامكم دلوقتي، حاكم وبيعاونوا مجلس شيوخ، مجلس نواب وكهنه، تواصل سياسي، اخناتون، تحتمس الثالث ورمسيس الثاني، ثم الحياه الاقتصاديه. ابدا بايه؟ ابدا بالزراعه، ثم الصناعه، ثم التجاره. تعالوا نفرد الزراعه شويه. انتوا عارفين ان فينيقيا دلوقتي هم موجودين على ساحل بسيط قوي، الساحل ده كان ضيق بالمناسبه قوي، فبالتالي انا هعمل ايه؟ ده الساحل فعلا ضيق قوي، انا محتاج ازرع، محتاج الناس دي كلها انها لازم تاكل، لازم اوفر لهم الزراعه المناسبه. طب هعمل ايه؟ خلاص احنا تيجي نزرع زراعه مدرجات. بمعنى ايه؟ انتوا عارفين ان شرق لبنان وشرق سوريا والمناطق دي فيها جبال، طب ما انا احاول ادرج الجبال، اصلا مش هعرف ازرع على جبل ابدا، طب ما تيجي نستخدم زراعه المدرجات. فاستخدموا زراعه المدرجات ديت بشكل قوي جدا جدا، وزرعوا العديد من الايه؟ العديد من الخضروات والفاكهه وحاجات كتير جدا زرعوها في الوقت. زي ايه؟ زي العنب، زي الزيتون، زي اشجار النخيل، دي اشهر ثلاث حاجات. وناخد بالنا ان الفينيقيين كانوا هم السبب، يا ترى في ايه؟ كانوا هم السبب في ادخال زراعه الرمان الى شمال افريقيا. ناخد الصناعه بشكل سريع جدا لان لم يتبقى وقت بالنسبه لنا. تمام. الصناعه كانوا هم مشهورين جدا بالصناعه، اشهر الصناعات بتاعتهم كان عندنا صناعه المنسوجات، وناكد عليها قوي، صناعه المنسوجات، خاصه المنسوجات الحريه او المنسوجات التي تصنع من الصبغه الارجوانيه الحمراء اللي موجوده عندنا. تمام. دي كده الصناعه اللي كانت موجوده عندنا تلخيصا. طبعا عندنا التجاره مشهوره جدا، وافتكروا ان هم اكبر امه بحريه. جميل. دي بالنسبه كده للجانب الاقتصادي. بكده بنكون خلصنا الجانب الاقتصادي والجانب السياسي في الحضاره الفينيقيه، صح؟ هيتبقى بقى الجانب الديني ان شاء الله نستعرضه في اللقاء القادم باذن الله. ان شاء الله. مستر هاني، انا سعيده جدا بلقاء حضرتك ووجودك معانا النهارده، واطلاله جميله جدا على الحضاره الفينيقيه ومظاهرها. شكرا يا فندم لحضرتك. شكرا. اعزائنا الطلاب، انتظرونا في اعاده هذه الحلقه ان شاء الله الساعه 7 مساء. كنتم معنا وهذا اللقاء من بنك المعرفه، اللي استعرضنا من خلاله الحضاره الفينيقيه مظاهرها المختلفة من حيث الجانب الاقتصادي وأيضا الجانب السياسي. شكرا لكم وشكرا لحسن المتابعة.